لك من به شيء وهو السميع البصير. ما خطر على بالك فالله على خلاف ذلك. لا يجوز ان يقال ان لله مكان او يقال ان الله في كل مكان. نعم الله بعلمه وقدرته واحاطته وادراكه في كل مكان، لكن لا يجوز ان يقال ان الله له حيز او له مكان حسي سبحانه. إذا ضاق الأمر
سمعت له ارواح السماء. جاءه الفرج من الله عز وجل. فاذا ضاقت عليه الدنيا فقل يا الله. اذا حلو لك الضلام فقل يا الله. اذا لقد رصدك الله فقل يا الله. اذا تكبر